الأخير أمنية للطفل يعاني من حالة مستعصية، وهذه الأمنية قد تعني العالم بالنسبة لهذا الطفل، وهي تكون تغطي الدعم النفسي للطفل خلال تلقيه العلاج، وتلعب بدور كبير في تحسن حالته، لأن الحالة النفسية دائما مرتبطة كمان بالحالة الجسدية. فإذا كانت النفسية دائما في مؤشر في ارتفاع، فيكون تقبل الجسم وتقبل الطفل نفسه للعلاج أحسن. تمكنا في خلال 10 سنوات من عمر المؤسسة من تحقيق أكثر من 4700 أمنية لأطفال من مختلف الجنسيات. نحن نتكلم عن جنسيات أكثر من 51 جنسية داخل الدولة وخارجها. لنا عمل أيضا في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية أيضا. نحن طبعا ننظر إلى أقصى عدد من الأطفال يمكن الوصول إليهم وتحقيق أمنياتهم. خلال عام 2020 استطعنا أن نحقق أمنيات لأكثر من 643 طفل، ونحن نتكلم على 2020 والجائحة، جائحة كورونا كانت موجودة في الدولة هنا، لكن تمكنا الحمد لله من اتباع استراتيجيات معينة، سواء كانت عبر التطبيقات الرقمية أو عن بعد، بالوصول إلى هذول الأطفال. أمنية الطفل لا تكون في العادة فقط اللي هو الشيء اللي يتمناه ياخذه، هو فيها خطة متكاملة بحيث أن نجعل تجربة تحقيق أمنيته تجربة لا تنسى للطفل، وكمان تؤثر بشكل إيجابي على العائلة، لأن كمان العائلة بتكون مع حالة الطفل هذه كمان متأثرة بحالته، فهي يكون جو من السعادة كامل للعائلة والطفل. هي نحن بنسميها رحلة الأمنية، من بداية مقابلة الطفل وحتى الانتهاء من تحقيق أمنيته. هنا في رحلة كاملة كل واحدة فيها الكثير من التفاصيل والخطوات اللي تضمن يعني تجربة لا تنسى.